70.
ذبذباتك الإيجابية تحميك. يعاني الأشخاص السلبيون حساسية من الإيجابية، ولذلك كان إيجابيا للدرجة التي لا تمكنهم من الوقوف بالقرب منك. بعد أن عقدت عهدا مع نفسي بأن أعيش الحياة بطريقة أكثر تفاؤلا، أقلعت عن عاداتي غير الصحية واعتنقت الإيجابية قدر المستطاع. بدأت بعد ذلك في ملاحظة أن بعض الأشخاص الذين أتواصل معهم لم يكن يعجبهم هذا، لأنهم كانوا يفضلون سلوكي القديم ويريدون مني أن أتذمر وأن أكون عدوانيا وانتقائيا. بدأ الأمر لي كما لو أن موقفي كان إيجابيا لدرجة كبيرة تفوق استيعاب من حولي. ما دفع البعض منهم إلى وصفي بأنني شخص مصطنع، لم أستطع فهم السبب. فقد تحولت من شخص يشتكي كثيرا إلى شخص قام بجهد واعي لرؤية الجانب الإيجابي في الأشياء. أي وضعت نفسي على تردد، انفعالي مختلف عنه، وبطبيعة الحال كلما كنت بعيدا أكثر من الناحية الانفعالية عن شخص آخر بدوت إليها قل صدق. ويستند هذا إلى قانون الذبذبات.
حاولت أنا وشقيقاتي أن نعرف ما حدث في الطابق السفلي في ممر مركز الإيواء، بينما كنا لا نزال نرتجف مما رأينا، ثم سمعنا صرخات وكان الأمر مرعبا.
فنظرنا إلى أمنا مرة أخرى لنبعث عن السلوى في ملامحها. جذبتنا نحوها وأخبرتنا ألا نقلق، ولكنني كنت أسمع خفقان قلبها. لقد كانت مرتعبة مثلنا تماما. لم ننم إلا قليلا في تلك الليلة. كانت الصرخات متواصلة، وقد انتهشت من عدم حضور أي من رجال الشرطة ومن عدم محاولة أي شخص آخر تهدئة تلك العاصفة. كان الأمر كما لو أن لا أحد يبالي من الناس في هذا المكان، فشعرت بأن لا أحد يهتم بنا، وأن كل ما نملكه ووجودنا معا في عالم كان باردا وفاسدا. عندما أناقش مثل هذه الذكرى مع أصدقائي وعائلتي يشعرون بالصدمة. كيف أتذكر؟ ويسألوني في أغلب الأحيان، لقد كنت صغيرا، كيف تتذكر ذلك؟ إنني لا أتذكر كل شيء، ومع ذلك فإني أتذكر طبيعة شعوري خلال معظم تجاربي.